أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني نعمتي التي أنعمت عليكم وعدنا موسى 40
ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك وإذ أتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم الإجلاء إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وذللنا عليكم الغمام والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم
حيث شئتم غدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حتة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غيره رجزا من السماء